هذا راعي يقول: عندي مجموعة من الأغنام، وأكثر الوقت أقوم بتعليفها، ومن جهتي الزكاة لهذه الأغنام كيف تقوم مأجورين؟ هذه الأغنام إن كنت تريدها سائمة فلها حكم، وإن كنت تريدها للبيع فلها حكم. فإذا كنت تريدها سائمة ورعت من المباح الحول وأكثر، فإنها تجب فيها الزكاة. أما إذا كنت تعلفها وأنت تريدها للقنية وتعلفها الحول وأكثر، فليس فيها زكاة، إلا إذا كنت تنويها للبيع فهذه أصبحت من عروض التجارة، فتثمنها بما تساوي وتزكيها، وإذا بعتها تزكي قيمتها. نعم.